المختصر الماكينة هي هون مادة أولى اسمها سيانيد الصوديوم، مادة تانية هي بيروكسيد الهيدروجين. أنت بتخلطهم هون مع الذهب لحتى يشيلوا قدر الإمكان من وسخ الذهب. نعم، بس حليس من مواليد حلب 97، جينا بال 2013، تركت الدراسة واشتغلت فترة، بلشت بشغل يعني شوي غريب، ما عرفت ايش هو، حسيت انه شغل ما له اساس ما له نهاية، يمكن لاني ما كنت افهمه. تمكنت من حالي شوي فترة، فصار عندي دفع اني ما ارجع اشتغل عند اي حدا. بداية مشروعي كانت بماكينة الطالي، هي اكثر شيء ركزنا عليها لانه هذا الشيء جديد طلع بين الصياغ، انه كان الصيغ قبل حتى يطالع لون الذهب يغطوا بالاسيد السلفوريك او يعمل عليه بعض امور كيميائيه، لكن عمليه الطلي هي صارت تعطي شيء حلو للذهب، انك تغير لونه من لو كان هو عيار 18 فيك تجيبه للون ال 21 للون ال 22، فيك تلونه بلون الروز اللي بيجي مثل لون النحاس، فيك تلونه بلون الروديوم. انا هي طموحي اني نافس حدا اكبر، طموحي اني اوصل لشيء اكبر للسماء، وانه نافسها مشان اصير شغل اخذ شغل اكثر منه واربح اكثر منه بالشهر. لا، طموحي اني اوصل لشيء اعلى بكثير. يعني في كثير شركات اجنبيه بدايه شغلهم كان مو انه بس الربح والوصول الى القمه، وصار عندنا شركه وصار عندنا بواب وصار عندنا اوض وصار عندنا مصانع. يعني كان عندهم الهدف الاساسي هو اني اوصل خدمة كتير بسيطة للعامل اللي عم يشتغل بهي الماكينة بأفضل شيء، وتكون بسيطة للاستيعاب لمخه، يعني ما تكون فيها معقدات يعني بالنهاية.